الحل الروح القدس السيد العذراء حلول اقنومي؟ لا، الحلول الاقنومي بالنسبه للسيده العذراء اثناء الحمل المقدس، الحمل المقدس فقط، اثناء الحبل المقدس. حل الروح القدس كاقنوم لسببين على الاقل، لكي يكون من جسدها جسدا بشريا بدون زرع بشر، يكون انسانا داخلها بدون زرع بشر، وده لا يمكن يعمله الا الاقنوم. وايضا حتى يطهر مستودعها، حتى ان الذي تلده لا يرث الخطية الجدية الاصلية. ده الحلول الاقنومي على السيدة العذراء اثناء الحمل المقدس. الحلول يوم الخمسين كان حلول نعمة، مش حلول وحلول مواهب، ما كانش حلول اقنومي. ولذلك احنا في صلاة الساعة الثالثة نقول له نشكرك يا رب لانك اقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها افضت نعمة روحك القدوس على تلميذ خاصك الخمسين. اذا هي نعمة روحك القدوس مش اقنوم. اقنوم لا،